كل لمسة مدنية، ومعانا الأستاذة صاحبة هذا الجناح. أهلا وسهلا فيكم، رمزية خليفة تحييكم من سوق الشتاء، لمسة مدنية وود إن. وود إن يعني خشبي، منتجاتي كلها من الخشب الطبيعي، صناعة يدوية 100% A to Z. نحرق الخشب عشان نبرز خطوط وجمال الخشب، نحرق العدة درجات، ممكن نحرق مرة اثنين وثلاثة، نستخدم كل أنواع الفنون، ديكوباج، تعتيق، إضاءات، الألوان كلها من تركيبي. اللون هذا دمج بين الألوان الطبيعية وألوان تانية من تصنيعي أنا. الدرجة هذه برضو أول مرة أسويها أنا، من تصميمي برضو تكويني. العلاقات يدوية، أنا عندي ضمان على المنتج سنة من حيث الإضاءات والخامات، إنه تنظيف موية وصابون ما في شيء حيتغير، يعني دقة في الصنع، عارف إحساس فني، أدمج بين الكلاسيك والمودرن، الكلاسيك في الخشب القديم طبعا والمودرن بالعلاقات هذه. أعتقد المنظر واضح للجميع، هي فكرة مبتكرة. هنا عندي علاقة إكسسوارات، تفاصيل الخشب، أنا عشقي تفاصيل الخشب هذه، إكسسوارات طبعا بكل الأشكال تركب عليها. لما دخل علينا الشتاء حسيت القطعة هذه كني على جبل من الجليد، ذهبي طبعا بحكم إنه الخشب ذهب. كل منتج له لمسة، له قصة. عندي هنا عندي هذه علاقة مفاتيح، كل التفاصيل بارزة، كل قطعة نشتغلها بحب لحال لحال وتتركب عشان يوصلك المنتج بدال جمال. هنا هذه خطة خمسية إن شاء الله قادمة، وهي طبعا أنا تجربة، هذه سويتها عشان إيه؟ عشان حجاج الحرم. صراحة حبيت أسوي قطعة سعرها يعني يكون طبيعي أو مستساغ أو يعني حلو للحجاج يقدروا يقتنوا، فهذه فكرة قادمة إن شاء الله بإذنه تعالى. كمان هذه علاقة إكسسوارات، هذا التعليق عشان نشوف الآلية. أنا منتقية كل الألوان وكل الخامات بجودة عالية، تليق بلمسة مدنية، تليق ببنت المدينة، تليق بإنتاج المدينة المنورة. تشرفونا في الركن، أهلا وسهلا فيكم وشاكرة لفتتكم الحلوة هذه. طيب الله يعطيكم العافية. ما شاء الله، شكرا. تبارك الله. شكرا. هل في عندكم رقم للتواصل اللي حاب يتواصل معاكم؟ أيوة، رقم. كم الرقم ممكن؟ 05-654-2-55-52. طيب الله يعطيكم العافية، شكرا. أهلا وسهلا فيكم، وهذا حسابي على الانستغرام.